السلام عليكم. حلقة اليوم راح تكون عن حركة الـ 10 فولت. طبعا حركة الـ 10 فولت تستخدمها مثلا اذا عندك حاجز وبعد الحاجز ارتفاع كبير ما تقدر انك تنط دايركت، فتسوي حركة الـ 10 فولت. طبعا اهم شيء في حركه 10 فولت ان يدك تكون عكس بعض، يد فوق يد تحت. اذا عجبكم الفيديو وكنتم متابعين اليوتيوب لا تنسون سبسكرايب، واذا كنتم متابعين الانستغرام لا تنسون الفولو والشير.